السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أيوب من موقع hkushd.com. في هذا الفيديو سوف نتطرق إلى كيفية تحويل أي رسمة إلى كولورينج أو إلى رسمة قابلة للتلوين، أي سنحذف كل الألوان التي بها. جيد، أولا سوف نذهب إلى اللاير، نقوم بنسخه بالضغط على كنترول جي. جيد، ثم نضغط هنا ونذهب إلى Image ثم Adjustment ثم Desaturate، ويمكنك اختصارها ب Shift Control U. جيد، الآن نذهب إليها مرة أخرى، نضغط نقوم بنسخها، نضغط نقوم بتحويلها إلى Color Dodge. جيد هكذا، ثم نقوم بتحويلها إلى Smart Object. جيد هكذا، ثم الآن نذهب إلى فلتر وإلى بلور وإلى جوسيان بلور. جيد، والآن يمكنك اختيار أو تغيير هذا الخيار على حسب الصورة. فمثلا هنا فهي تظهر كما تلاحظون في اليدين، فهي تظهر سميكة بعض الشيء، وعندما تحولها إلى مثلا إلى 500 ستتحول الحواف إلى حواف رقيقة بعض الشيء، والأعين أيضا تتغير. جيد، ثم نضغط OK. وإلى هنا انتهى فيديو اليوم، نتمنى أن يعجبكم، ولا تنسوا الضغط على لايك ومشاركة الفيديو ومتابعتنا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى يوتيوب وعلى تويتر عبر الروابط التالية. شكرا وإلى اللقاء.